السادس الابتدائي، فرحب بيكم في مرحلة جديدة من دروس الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أول درس من دروس التاريخ بعنوان دخول العثمانيين مصر. طبعا سيادتك كلنا عارفين أننا نتكلم عن التاريخ، لأن التاريخ عبارة عن حلقات متصلة ببعضها. لازم أفتكر الأول إحنا آخر جزء وقفنا عنده كان إيه في سنة 5، وكان آخر درس عندنا هو الدولة الأيوبية اللي أسسها صلاح الدين الأيوبي. الدولة دي كان معروف عنها إنها دولة غنية جدا. طيب الغنى ده فادني في إيه؟ إن الأموال اللي معاهم بدأوا يستخدموها إنهم يذهبوا إلى أسواق الرقيق أو العبيد ويشتروا الأطفال اللي موجودين داخل الأسواق. طيب هو ده معناه إن الأطفال كانت بتتباع زمان؟ أو كان في حاجة دايما بتحصل بين الدول بعد أي معركة، إنهم كانوا بياخدوا الأطفال للدولة المهزومة ويبيعوهم في أسواق بتسمى أسواق العبيد. فكان الأيوبيين بيروحوا بالأموال اللي معاهم للأسواق دي ويشتروا الأطفال من الأسواق، وكانوا يدخلوا الأطفال دول مدارس خاصة بيهم ويبدأوا يعلموهم أمور القتال والفروسية علشان بعد كده يستخدموهم في الجيش الأيوبي. الأطفال دول لما كبروا قدروا إنهم يكونوا قوة عظمى ويكونوا دولة جديدة باسمهم، اسمها دولة الممالك. يبقى أنا لما أجي أعرف المماليك أقول إنهم عبارة عن غلمان، يعني أطفال كان بيشتريهم السلاطين والأمراء الأيوبيين ويدخلوهم مدارس خاصة بيهم ويبدأوا يعلموهم أمور القتال. وقلنا إن المماليك دول قدروا إنهم يكونوا دولة باسمهم بعد انهيار الدولة الأيوبية. طب يا ترى المماليك دول كانوا بيحكموا مصر بس؟ لا، لو بصينا كده على الخريطة قدامنا هنلاقي إن دولة المماليك أو قوة المماليك اتسعت بشكل كبير، فكانوا بيحكموا مصر وبلاد الشام واليمن لحد ما وصل أطراف الجزيرة العربية. يعني معنى كده إنهم كانوا أقوياء. طب القوة دي جت منين؟ لو جينا نبص كده على سبب ازدهار دولة المماليك وحكم مصر، ان مصر بموقعها كان ليه دور كبير جدا في قوة المماليك. طب ازاي؟ ان مصر كان اهميتها او موقعها كان مهم جدا، هي بتربط بين طرق التجارة بين اوروبا والشرق، فكان اي سفن تجارية علشان تتجه من اوروبا للشرق لازم تمر بمصر. وطبعا السفن التجارية دي كانت بتدفع للمماليك اموال، فمن هنا جت قوة دولة المماليك. يبقى لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر ازدهار دولة المماليك، هنقول بسبب موقعها الجغرافي المسيطر على طرق التجارة بين اوروبا والشرق. طب هل القوة دي استمرت للنهاية؟ للأسف ما استمرتش، لان في الوقت ده ظهر مجموعة اسمهم البرتغاليين وكانوا بيكرهوا المماليك بشكل كبير جدا، وقالوا احنا مش هنعدي من مصر ابدا باي سفن تجاريه ومش هندفع فلوس للمماليك، وبداوا ياخدوا السفن بتاعتهم ويلفوا حوالين قاره افريقيا زي ما شايفين على الخريطه كده بالخط الاحمر. بداوا يلفوا بالسفن حوالين قاره افريقيا لحد ما وصلوا الى الشرق، واكتشفوا طريق جديد خاص بيهم اسمه طريق راس الرجاء الصالح. طبعا المماليك في الوقت ده اتاثروا بشكل كبير جدا لانهم فقدوا جزء كبير من اموالهم اللي كانت بتيجي من التجارة. كمان كان المماليك بينهم بين بعضهم كان في فتن وفي قتال وفي تنافس بينهم وبين بعض على السلطة، عشان كده بيجي دايما سؤال ويقول بما تفسر ضعف وانهيار دولة المماليك، هي ليه دولة المماليك دي انهارت؟ هقول سببين. طبعا اكتشاف البرتغاليين طريق رأس رجاء الصالح وده أثر على اقتصادهم. رقم اتنين، انتشار الفتن والاضطرابات بين المماليك. طيب احنا ليه هنا كنا بنتكلم عن المماليك؟ لان دول كان اخر ناس بتحكم مصر قبل مجيء الدولة العثمانية. طيب زي ما تعرفنا على المماليك هنتعرف كمان على العثمانيين. مين هم العثمانيين؟ لو بصينا على العثمانيين هنلاقي ان هم عبارة عن قبائل كانت من وسط اسيا وبدأوا يتجهوا الى المشرق العربي، والكلام ده كان في اواخر القرن الـ13 الميلادي، وسموهم العثمانيين لان اسس دولتهم واحد اسمه عثمان ابن ارطغرل زي ما شايفينه مع بعض في الصوره. يبقى لو حبيت الخص العثمانيين، هي قبائل من اسيا الوسطى
جاءت أو ظهرت دولتهم في أواخر القرن 13 الميلادي على يد عثمان ابن أرطغرل. طب يا ترى من أشهر السلاطين العثمانيين؟ عندنا اتنين مهمين جدا نتعرف عليهم في درسنا النهاردة. أول واحد هو السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح، ده أول أو أشهر السلاطين اللي هتعرف عليهم في البداية. طب شهرته جت منين؟ إن محمد الثاني قدر إنه يفتح مدينة اسمها مدينة القسطنطينية، كانت عاصمة للبيزنطيين، وبدأ يحولها لعاصمة عثمانية. يبقى لو قال لي بما تفسر لقب محمد الثاني بالفاتح، هنقول إنه فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية واتخذها عاصمة لهم. ده كان أول واحد معانا من سلاطين العثمانيين. تاني واحد معانا هو السلطان سليم الأول. سليم الأول كانت طموحاته كبيرة شوية، وكان عنده دايما أطماع إنه يسيطر على كل الدول المحيطة بيه علشان يكون إمبراطورية عظمى باسمه. فبدأ يدور على أضعف ناس في الوقت ده، كانوا دولة المماليك، فقرر إنه يتجه بجيوشه لأملاك دولة المماليك علشان يسيطر عليها، وبدأ يحط أنظاره على المشرق العربي. يبقى لو قال اتكلم عن سليم الأول، هنقول كان ليه أطماع إنه يكون إمبراطورية عظمى وإنه يتجه للمشرق العربي، فاتجه في بداية القرن الـ16 وبدأ يحارب المماليك ويفرض سيطرته على أملاكهم. طيب يا ترى ايه المعارك اللي قام بيها سليم الاول ضد المماليك؟ عندنا معركتين. اول معركة هي معركة مرج دابر، ودي حصلت سنة 1516. عندي اربع نقط مهمة لازم اركز عليها في اي معركة علشان بتيجي في الامتحان بشكل كبير جدا، عشان كده احنا عملناهم مع بعض بشكل مقارنة. اول حاجة يقول لي ايه سبب المعركة، المعركة دي حصلت ليه. اول حاجة نقول ان ضعف المماليك، سبب ضعف المماليك، دولة ضعيفة سهل جدا ان انا احاربها واسيطر على املاكها. رقم اثنين، رغبة سليم الاول انه يوسع الدولة العثمانية. طيب الاطراف هنقول كانت بين المماليك والعثمانيين، وكان طبعا العثمانيين بقيادة سليم الاول. طيب يا ترى حصلت فين المعركة دي؟ حصلت او موقعها في منطقة اسمها مرج دابر في شمال سوريا. طيب انتهت ازاي؟ ايه نتيجة المعركة؟ انتهت بانتصار العثمانيين وهزيمة المماليك. واهم نتيجة لازم نركز عليها في الامتحان ان اصبحت الشام ولاية عثمانية. لازم اوضح له ان بعد المعركة دي التحويل اللي حصل ان الشام اتحولت لولاية عثمانية، يعني اصبحت تحت سلطة عثمانية. دي كانت اول معركة. طبعا المماليك لما خسروا في اول معركة هربوا وركوا على مصر، لان مصر هي مقر المماليك. طب هل سليم الاول هيسيبهم؟ لا، هو عايز يقضي على المماليك نهائيا، فكمل بجيوشه نحو مصر وعمل المعركة التانية اللي هي معركة الرايدانية عام 1517. زي ما عرفنا معلومات معركة مرج دابر، هنعمل نفس المقارنة في معركة الرايدانية. عندي سبب المعركة برضو، هنقول ان رغبة سليم الاول انه يسيطر على مصر، وان مصر هي مقر حكم المماليك ومفتاحه طبعا للاتجاه عند المشرق العربي. طيب اطرافها كانت بين المماليك، وكان قائدهم في الوقت ده شخص يسمى تومان باي، والعثمانيين بقيادة طبعا سليم الاول. طيب موقعها فين؟ حدث المعركة في منطقة اسمها الرايدانية في صحراء العباسية، وانتهت برضو بهزيمة المماليك وانتصار العثمانيين. والنتيجة المهمة معنا هنا ان مصر اصبحت ولاية عثمانية، وتم القضاء نهائيا على دولة المماليك. طيب احنا لاحظنا حاجة كده في المعركتين، ان الاثنين انتهوا بهزيمة المماليك. اكيد الهزيمة دي كان ليها سبب، هما ليه دايما بيخسروا في المعارك بتاعتهم؟ هنلخص الاربع اسباب او اسباب الهزيمة في اربع نقط. اول حاجة معانا هي عدم الاستقرار الداخلي، ان في فوضى بين صفوف المماليك نفسهم، في خناقات وصراعات بينهم وبين بعض. رقم اتنين، ان كان بتحصل خيانات كتيرة جدا من بعض امراء المماليك يتخلوا عن جيشهم. رقم ثلاثة، التدهور الاقتصادي، واحنا عارفين ده طبعا ظهر بعد اكتشاف البرتغاليين طريق رأس رجاء الصالح. رابع حاجة، انهم كانوا بيعتمدوا على اسلحة تقليدية، يعني اسلحة قديمة، ما بيطوروش من نفسهم. يبقى لو قال لي بما تفسر
أسباب هزيمة المماليك أمام العثمانيين، لازم أقول الأربع أسباب: عدم الاستقرار الداخلي، خيانة الأمراء المماليك، التدهور الاقتصادي، والنظم الحربية التقليدية. بكده تكون انتهت معنا درس دولة المماليك، وهتبدأ معنا بعد كده نتعرف على أحوال مصر تحت الحكم العثماني. والسلام عليكم.